هنا جبيل وسيدة المونات فتحت قلبها لتضم أبناء الرب في عائلة الوطن والمحبة والسلام. في مستشفى سيدة المعونات عيون نذرت نفسها للسهر من أجل المتألمين. من هنا تطل هذه المستشفى لتلقي بوشاح الأمل فتزهر الدروب بآيات الورد ويضحك الغد كما الشمس في رحلة النهار. مع الأب وسام الخوري يخفق الأمل بأن الآتي بخير. مع مدير مستشفى سيدة المعونات سنقوم بجولة على المستشفى، نستعرض أقسامه وبنيته الإدارية والطبية متوقفين عند التجهيزات، ومعه نتطلع إلى المستقبل ليطمئن أبناء المنطقة على واقعهم ومستقبلهم. مستشفى سيدة المعونات الجامعي هو مستشفى ملكة ذهبا اللبنانية المارونية، هو وجه من أوجه الرسالة الأساسية لا ذهبني. الكوادر الطبية عنا نحن حوالي 250 طبيب، كلهم بكفاءات كتير عالية وأغلبيتهم هن أساتذة بجامعة روح القدس الكاثوليك، وعنا الطاقم الطبي حوالي 800، طاقم التمريض والإدارة حوالي 800 شخص. يعني تنفهم أكثر، هن أكثر من 1000 عائلة زيادة عن المرضى يلي عم نهتم فيهم، متكلين علينا بحياتهم اليومية. بيتنا مفتوح بشكل كتير كبير لدرجة مظبوط بلش يتقل الحمل، لأنه الدولة لازم تبلش تخلق نشاط نظام صحي نقدر نتكل عليه لنكمل سوا. ولكن رسالتنا بتقول الإنسان قبل شو هو وشو دينه. اللي بيجذب هالناس لعنا هو مظبوط في مستشفيات كبيرة بلبنان، نحن صار عنا نوعية خدمة وطبية واستشفائية كتير عالية، وبفترة آخر فترة كمان عملنا تجديد لكل شيء، لكل معداتنا، لكل لوازم المستشفى. وعنا أطباء هن من النخبة بلبنان، وهن اللي مؤسسين اختصاصات بلبنان ما كانت موجودة ولا أي محل، وبعدنا عم نتطور. القلوب الحلوة في عندهم مجالات كتير واسعة يحطوا إيدهم بهالعمارة يلي مخلية مجتمعنا يكمل. ظروفنا صعبة، بلدنا عم بيقطع بظروف صعبة، لازم نتكاتف. قبل بالماضي اللي خلى مجتمعنا يوصل لليوم إنه يكون بعده قايم لأنه كانوا متكاتفين. ذات السياسة بدنا نعملها مع بعضنا، وكله بنبنيه على إيماننا بربنا. من جبيل الأبجدية إلى جبيل رسالة الحياة، وبين الحرف والبلسم سيبقى هذا السرح خافقاً بأجنحة الحب. متألقاً في مدى الدرب ستبقى سيدة المعونات كما الأم تفتح ذراعيها وتضم أولئك المتألمين الذين يسكنون في قلب الله ويسكن حب الله في قلوبهم.